تعال نسولف بهواجيس آخر الليل. الإضاءة حقتي مالت وصارت كذا أحس إني بغرفة استجواب، لذلك أعجبتني. من كم يوم سولفت أنا واحدة من صديقاتي، وفجأة بنص السالفة استخدمت رياكشن كذا مقطع، أنا ما أذكر وين شفته، كانت تقول يا لهوتي يا لهوتي. قالت غادة ترى ما يجوز تقولين يا لهوتي أو يا لهوي. قلت شلون ما يجوز؟ يعني الصراحة ما قد بحثت عنها أبدا، ولا جاء في بالي إن أنا أبحث عنها. تخيلوا تقول إن زمان كان في عندهم إله اسمه لهوي، لهو شيء زي كذا. المهم إن كانوا يستنجدون به وينادونه يا لهوي. دخلت على طول عمو جوجل أثبت لي هذه المعلومة، وبعد ما دخلت استوعبت، قلت غادة في ياء النداء، يعني هو فعلا كأن أنت تستنجدين بأحد غير الله، فيعتبر شرك. لحظة إدراك متأخرة جدا، بس تم الإدراك، ولأني أدركت هذا الشيء لازم أخليكم كلكم تدركونه. بس باي.